لذلك دعت الصين ومجلس الامن التابع للامم المتحدة الي وضع جدول زمني وخارطة طريق واقعين أو واقعين لحل الدولتين من أجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية. جاء المقترح ضمن ورقة توضح موقف الصين بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نشرتها وزارة الخارجية الصينية بمناسبة تولي بكين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر الجاري، حيث حثت الصين المجلس على الاستجابة للنداء العام من المجتمع الدولي بشأن وقف شامل لإطلاق النار لانهاء القتال <applause>